علينا احنا موجودين على جسر السيف وهذا قراج السيف ورانا. بعد المجزرة اللي صارت طبعا كانت المجزرة بشعة جدا، تفننوا وقتل الناس، قسم حرقوهم، قسم رموهم وطابق السطح والطابق الخامس، هنا من الجسر نفذوا بهم طلقة بالراس وذبة مع الشاب، ذبح ضرب بالسكاكين، فرزة هنا طبية اعتدوا عليها واحترقوها وضاربين ابنية بدتشينا وولد هنا شايفين بس زينين ابنية صفر. المهم متفننين بالإجرام وقادرين ان الجيات انحدرت، لكن احنا العراقيين احنا الوطنيين احنا هذا الشيء ما يخوفنا، لان احنا قضيتنا اكبر من انه مثل هيك تصرفات توعبنا، ما راح نخاف، موجودين شبابنا على جسر على الجراج وعلى الجسر، والخيم اللي احترقت جتهم خيم ودعم اجاهم قوي وثابتين حين تحقيق مطالبنا والحين انتصار قضيتنا الوطنيه.